Lass es bitte mal warten. السلام عليكم. يا بريتش عمل كلابك كل مغسلين مع بعض. انت ممكن تسلاح ازاي الكلبين زي دول كل بتعاركوا مع بعض دلوقتي عادي اهوت لحنهم على بعض اهوت كلهم يمشوا مع بعض عادي هما. وازاي عشان يتسابوا مع بعض يا ما عندك كلبين مع بعض بس خلي شخصيتك قويه اهم حاجه عليهم هما يسمعوا كلامك. عندك كلبين زي بعض كده تعمل فيهم ايه؟ تربطهم كده وتاخد كلابك وتنزل بيهم الشارع تمشي بيهم كده. كلاب طبعا مش هتعاركوا عشان الكلب كل واحد في حته هيتعب بعد كده هيتعودوا ينزلوا مع بعض يمشوا مع بعض يسمعوا كلام بعض كل حاجة يسمعوها. بص كده الكلبين يبقوا جنب بعض أمك مرة على مرة هتلاقي كلبك مع كلبك عادي في البوكسة وبيحب كلبك وفي كل حاجة هتلاقيها مع كلبك. تعال فيلو خدت كلبك في الشارع يمشي عادي ومزرعة مع كلبك. خد هما والكلاب كل حاجة عارفينها هما بيعملوا ايه. بس تحفظ اطلع يكون السحر يعملوا مع بعض. انا ماليش دعوة وانت على عيسكم لا على عيسكم تتسلح انا ماليش دعوة احتبر طب انا مش معاك هات يا مزياء هات يلا يا دوات صوتك خلي الكوري شغال عادي يا دوات صوتك هننزلوا جزاء كل مع صح طب تراقي الدرس انت قلت لي المعلومه دي للناس الاول كلمة ما كانتش بتكتب كانوا بيكرهوا بعض وما كانوش كانوا مع بعض كل واحد يفرقوا اللي خليكم تتفرج احسن تاكلوا براحتهم يعرفوا الكلبين هم شخصية عندك قوية هم شعور الكلابة يعملوا كل حاجة مع بعض. ثانية ياسين على غضب كلم يلا طبعا شوفنا الكلاب هي بتاكل مع بعض الكلاب كمان بتاكل من ايدك اهو شوف النهارده لقيت مع الكلاب اي حاجه انت عايزينها عند كابتن ابو نور مزرعه كابتن ابو نور هي مسلمة الحلقه خالص اما توصل 10 دقايق ثانيه هي عشان نشوف الفلاش اطلع سيبوا العطله لا والقطه صعبه يلا كلبك عند القطه بتاعتك لا عيب مايلو سيبوا هم عايزين ايه سيبوا له انا اعمل حلقه برضه على القطه اقعد يلا مايلو
اقعد يلا. انت حسين ولا ايه؟ اقعد يلا. مفيش مشاكل. اركض بقى. مش تعالك يا سيدي. كمل الحلقة. اخوك قدام. انت رحت لها المضرب. رحت لها المضرب. جيب الجد برضه. جيب الجد اللي نتكلم عليه. ترمش الكلب. الكلب ده جيرمان شبر. سيب يا سيب صاحبك بياكل. صاحبك عايز ياكل. خدش كل الاكل وخلص. يلا يلا لا 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 اقعد يلا. تعال نسبح نفس بنت. خلاص ميت. بس تهلس. بس خلاص على حاجة ان ريتش عمال ياكل ما بدورش على حد. بس تحسين كده كده انا هنمشيها. اقعد يال. ريتش عايز ياكل. لا كنت مش طالعه تاني. خلاص اسكت بقى. انا هبط عليه. بس خلاص اهم حاجه عنده الاكل. بس عشان خلاص بياكل ولا همه باي حاجه. اهم حاجه الاكل. وساب صاحبه. ساب صاحبه بياكلش معاه. تعالى بقى. ايه ولا ايه عشان سبتك شويه. يا ريتش تعال يا ريتش نمشي شوية. يا ريتش يا ريتش انا يا ريتش يا ريتش ريتش مش انت عشان ناكل. قطة لا. قطط لا. كلبك عايز تعلمها القطة. مش عايز تعلمها القطة تعمل ايه؟ خد كلبك بسلسلتة تنزل بقى على الشارع تمشي بيه كده. عايز تعطل بيه. تعطل بيه. اقعد يال. طب هيسكت هيخاف. هتحتيكوا. روح كلها يا ريتش. ريتش طب وزعني لك وزعني جعان. ريتش شيف ده جير. مش ضعف الجير. مش قط. ده جير. مش قط. كلبين جنب بعض. يلا انت حلقتنا النهارده بقى. حلقتنا النهارده مع الكلاب. اكلت خلاص. اكلتوا. لا مش مشاهد. عندي عند الاستراحه. قالوا هنا بقى نمشي شويه قدام الكاميرا. في الجهاز سامك رحمة الله بركات. تعليتنا النهاردة مع الكلاب وميلو اشتغل.
كل شويه يعملوا لكم حلقات بالكلاب اللي ما بيحبوش بعض. بقى المره الجايه هامر وريتش بيكرهوا بعض برضو. كانوا ماينو وريتش النهارده كانوا بيكرهوا بعض. الحمد لله. شوف بقى الحلقه الثانيه. اقول لكم بقى باي. اعملوا اشتراك في القناه. الساعه الله بركاته.